معاكم فلالي ووصلت القهوة سلمكم الله اللي تدق في الراس. قهوة المزاج، قهوة عربية من قهوة أبو علي، مكسرات أبو علي. هذه القهوة يا جماعة الجماعة قاعدين يراهنون عليها. أبو علي خبرتهم في القهوة من 34 سنة، من عام 1987. طبعا القهوة زي ما انتم شايفين التغليف شكلها مرتب وحلو. كيف لا سويت فنجالة أحرص على صبت على الكيف نقادي ثم قدم أهل الكريم وعمدة الحالة يستاهل من يمينك يا ابن الأجوادي يا رعي الكيف لا سويت فنجالة أحرص على صبت على الكيف نقادي. طبعا يا جماعة رائحة القهوة رائحة الهيل ما شاء الله تبارك الله، حكاية حكاية. صارت القهوة جاهزة نجربها ونعطيكم رأينا. يا سلام يا سلام يا حبيبي، اللون لحالة يا جماعة اللون قاتل. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله، اللون قاتل. كيف القهوة يا أبو عبد الله؟ إبداع ما شاء الله، طيبة ها؟ جدا ممتازة، يمكن من أروع القهوة اللي شربتها العربية ما شاء الله، جميلة جدا. أبو أحمد جرب القهوة وعطني رأيك. أبو أحمد حبيبي كيف القهوة؟ حلو أنت حبيبي، أنت القهوة زينة طيبة ها؟ كم هذه؟ هذه أبو أحمد تجي 400 جرام ب 35 ريال. 35 ريال. ايه. سعرها جيد ممتاز. زيدكم يا جماعة من الشعر بيت، سامعين بقهوة عليها الضمان الذهبي، هادي عليها الضمان الذهبي، اشتريها، جربها، ما عجبتك ريحتها، لونها، طعمها، ترجعها من المكان اللي اشتريتها منها، خلال 3 أيام يرجعوا لك فلوسك كاملة، ايش رايكم؟ ثقة ها؟ ما شاء الله. طيب هالقهوة هذه الطيبة وين نلقاها؟ موجودة بمحامص ومطاحن بن عفيف البازار، موجودة بمنافذ الحلويات قسم الحلويات، موجودة بقمة الحلويات بونتي، موجودة عند عرب سويت، موجودة عند جميع فروع سمير أبو سرور. بالإضافة بحط لكم الآن موقع إلكتروني موجودة وفي كود خصم موجود عندكم الآن 10% حق متابعيني. وبحط لكم رقم المندوب، وأي شخص يبغى يشتغل في القهوة من باقي مناطق المملكة وده أنه مثلا يكون مندوب إليهم يتواصل مع الرقم هذا، وراح تتشكروني بصراحة. القهوة يا جماعة كده